ابي طالب عبد مناف بن عبد المطلب. طبعا نحن نعرف انه يوجد هناك احتمال معتد به ان اسم ابي طالب عمران وليس عبد مناف لامرين لقرينتين على كل حال، احداهما التزام هذا النسل بما فيهم عبد المطلب نفسه بالحنيفية، وهو لا يعبد أولاده لغير الله سبحانه وتعالى، يسمي ابنه عبد مناف، ربما أباهم شكل إلى باب جواب، ولكنه بالنسبة إلى أبو طالب إلى عبد المطلب مجل أن يسمي ولده عبد مناف إلا باعتبار جده، يعني لا تقول آخر، وإلا يعبده لمناف الذي هو اسم صنم كأنما هذا غير محتمل، فيكون هذا قرين على كل حد احتمالية ولا كأطروحة على أن اسمه عمران. ونقطة القوة الثانية أنه يكون مصداقا، أن أولاده في الحقيقة يكونون مصداق من العنوان الوارد في القرآن الكريم في هذا المعنى، فضلنا آل عمران على العالمين وشنا القبيل، فحينئذ إنما فضل آل عمران الذين هم آل أبي طالب وهم المعصومون سلام الله عليهم، وليس آل عمران الذين هم أولاد عم موسى مثلا.